عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا في مدرسة أطفال الرمثة النموذجية. معكم المعلمة براء أبو سيف، معلمة الرياضيات للصف الرابع. اليوم أحبائي سوف نبدأ بالوحدة الثالثة من الفصل الثاني وعنوانها الأنماط. هذه الوحدة بسيطة جدا، عبارة عن ثلاثة دروس. رح نبدأ بالدرس الأول وهو النمط أو الأنماط. النمط يا رابع هو تتابع من أشكال أو رموز أو أعداد وفق لقاعدة معينة. طبعا النمط مر معاكم بصفوف سابقة، لكن إحنا الآن سنتحدث عنه بطريقة مختلفة. مثلا كنا ناخذ بالصف الثالث انه مربع مثلث مربع مثلث، ما الشكل اللي بعد المثلث اكيد رح يكون مربع، فهذا بسميه نمط، انه بتتابع الاشكال وفق القاعده انه مربع مثلث مش بشكل عشوائي. هذا النمط نسميه انماط هندسيه التي تحتوي على اشكال او رموز تسمى هندسيه، انماط هندسيه. النوع الثاني وهي الأنماط العددية، وهي عبارة عن ماذا؟ عن أرقام. هاي الأرقام مرتبة خلف بعض أو متتابعة وفقا لقاعدة معينة، 1 2 3 4 5، فهذه القاعدة هي أرقام متسلسلة، كل مرة منضيف واحد، 1 زائد 1 2 2 زائد 1 3 وهكذا. فدرسنا رح نختص فيه عن الأنماط العددية، عن الأنماط العددية، وهي رح تكون في لها حالتين. أول حالة رح تكون أنماط بشكل متزايد، وفي عنا أنماط عددية بشكل متناقص. المتزايد رح يكون إما عن طريق الجمع أو الضرب، والتناقص إما عن طريق الطرح والقسمة. خلينا نبدأ بأمثلة لتوضيح المقصود بشكل أكثر. الآن يا رابع سوف نبدأ بالأمثلة على درسنا الأنماط العددية. سوف أول فكرة عندنا أنه نكمل الأنماط الآتية وفقا للقاعدة المعطى، يعني أنا معطيك القاعدة بس عليك تطبقها على النمط. خلينا نشوف كيف. أولا نلاحظ أنه هذا النمط عندنا مكون من أرقام 30 الحد الأول، يفصل بينهما فواصل. طبعا الأنماط أو النمط العددي عبارة عن أرقام، ماشي الأرقام متتابعة وفق قاعدة، يفصل بينها فواصل كما في الشكل الآتي. الآن عندنا 30 ثم أصبحت 35 ومن ثم 40. أنا حط لك إضافة 5 أو أضيف العدد 5، أو أنت تستطيع من خلال أنه 30 كيف أصبحت 35؟ أكيد زيادة، بما أنه العدد عم بيكبر معناته زيادة. حكينا إذا كان في عنا زيادة إما جمع وإما ضرب، فرح نفكر في الجمع. 30 كيف صارت 35؟ ضفنا لها 5. طب تعال نتأكد، هل 35 زائد 5 بعطيني 40؟ نعم، 35 زائد 5 40. نستطيع تكملة النمط، 40 زائد 5 45، 45 زائد 5 50. هي أكملت النمط، ودرسنا جدا سهل يا رابع. هي أكملنا النمط بهذا الشكل. ننتقل إلى المثال الثاني. المثال الثاني بيحكي لنا في طرح، اطرح العدد 20. لو ما كانش عندنا قاعدة رح ناخذ كمان طريقة إنه ما فيش قاعدة، أنت بدك تكمل النمط. بيحكي لنا 120 أصبحت 100، بما انه العدد عم بيقل يا رابع وال100 اصبحت 80، تناقص، اذا اما طرح واما قسمه. طيب ال120 كيف اصبحت 100؟ عن طريق الناقص، اكيد مش القسمه. القسمه رابع بتكون الفروقات كبيره وغير متقاربه بعيده يعني. اذا هون ال120 اصبحت 100 عن طريق الناقص 20. طيب كيف نتاكد هل 100 ناقص 20 بعطيني 80؟ نعم، نكمل النمط، 80 ناقص 20 60، 60 ناقص 20 40. إذا هذا النمط هو عبارة عن نمط متناقص الأعداد عن طريق الطرح. المثال اللي بعده، نضرب في العدد 3، أضرب في العدد 3. نشوف كيف إحنا نطلع، الواحد أصبح 3، الثلاثة أصبحت 9، بما أنه عم بيزيد فحكينا إما جمع وإما ضرب. فإما الواحد كيف صارت 3؟ ممكن نحكي زائد 2. طب 3 زائد 2 5 وليس 9، معناته الجمع ما رح أستخدمه، رح نستخدم الضرب. الواحد كيف صارت 3؟ ضرب 3. طب تعال نتأكد، هل 3 ضرب 3 9؟ نعم، نكمل النمط، في ضرب 3، 9 ضرب 3 عندنا 27، 27 ضرب 3 نضربها، 3 ضرب 7 21،
ثلاثة في اثنين ستة واثنين ثمانية، إذا واحد وثمانون. المثال الأخير بيحكي لنا اقسم على العدد اثنان. إذا بما إنه عم بتناقص ننظر إلى العدد، إلى النمط. 64 أصبحت 32، ال 32 أصبحت 16، إذا في تناقص، تناقص ممكن يخطر ببالنا الطرح، لكن لاحظوا معي هنا التناقص غير مرتب أو غير متساوي، كل مرة ننقص بطريقة مختلفة، يعني في الأول هون ننقص 32، بعدين هون ننقص 16، فهي بما أنها غير متساوية فرح يكون عندنا القسمة. طب ال 64 كيف أصبحت 32؟ بما أن العددان زوجيان رح نفكر دائما بالاثنين يا رابع، لو ما كان في عنا القاعدة وأنت بدك تفكر رح تفكر إما بالاثنين وإما بالأربعة، بدك تقسم على اثنين أو أربعة، بدك تجربة يعني عن طريق التجربة. ف64 تقسيم اثنين لنقسمها قسمة ذهنية، نبدأ 6 تقسيم 2 3، 4 تقسيم 2 2، إذا زبطت. طب تقسيم 2 32 تقسيم 2، 3 تقسيم 2 1 والباقي 1، 12 تقسيم 2 6، الجواب 16. نكمل 16 تقسيم 2، 16 من جدول الاثنين اللي هي عبارة عن 2 ضرب 8 16، فالإجابة 8. نكمل 8 تقسيم 2 4، 8 نقسمها على 2 تساوي 4. الآن رح ننتقل لو كان في عنا أكمل أنت النمط أو أوجد العدد المفقود، ما كانش في عنا قاعدة، كيف سنقوم بحل مثل هذه المسائل؟ الآن يا رابع بحكي لنا أجد العدد الأعداد المفقودة فيما يلي. هذا فكرة ثانية عنا في الدرس، إنه لو كان في عنا نمط وفي عنا أعداد مفقودة، بس ما معنى إحنا قاعدة النمط، مطلوب منا إنه إحنا نعرف شو قاعدة النمط عشان نوجد العدد المفقود. نبدأ في المثال الأول، 3500 أصبحت 3350، ثم 3200. طبعا رابع بدي أحكي لكم معلومة، لو أنت لاحظت أنه مثلا في البداية كان صعب عليك، قارن بين الحدين الثانيات، يعني مش شرط تبدأ من الأول، حسب أنت شو ممكن بسرعة تشوف تجد يعني ببالك مباشرة القاعدة، وممكن تستخدم اللي هون عشان تطلع القاعدة. ماشي، منشوف الآن 3500 أصبحت 3050، 350 يعني 3000 هاي ما تأثرت، صح؟ عندنا التغيير عندنا بالمئات، 500 أصبحت 350، معناته عم بنقص، معناته لما يكون بنقص شو معنى طرح أو قسمة، والواضح إنه أكيد طرح لأنه عم بنقص 350 200، إذا في عنا عدد معين إحنا رح نقصه، لكن القسمة ما رح نستخدمها لأنه رح تكون أرقام كبيرة وتنقص بشكل كبير، أما الناقص بكون التباعد بشكل ثابت. فالخمسمائة 350 200، الواضح بأن العملية هي عملية ناقص. 350 أصبحت 200، كم نقصنا؟ نقصنا 150. 350 أصبحت 200، كمان مرة 350 أصبحت 200، فإحنا نقصنا 150، الثلاثة أصبحت 2 يعني نقصنا 100، والخمسون تحولت إلى أصفار إذا نقصنا 50، فثلاثمائة وخمسون. إذا الآن عندنا قاعدة النمط الأول اللي هو ناقص 150، مرة أخرى يا رابع لو بدنا نحكي 200 بدنا ننقص منها 150، نطرحهم عمودي 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 5 لا يجوز، الاثنين بتصير 1 والصفر بتصير 10، 10 ناقص 5 5، 1 ناقص 1 0، ف 3050 نستطيع إنه نحلها بشكل عمودي أو نحلها بشكل أفقي. ننتقل إلى آخر إشي عندنا، 3050 ناقص 150، آخر حد 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 5 0، هون عندنا الثلاث رح تصبح 2000 والصفر 10، 10 ناقص 1 9 و2900، الإجابة 2900. الآن رح أنتقل إلى الباء، فرع باء. الآن عندنا فرع باء بحكي لنا أكتب العدد المفقود،
عندنا هذا النمط 625 أصبح 125، ال 125 أصبحت 25، بما أنه عم بتناقص النمط، إذا إما ناقص وإما قسمة. بس نلاحظ أنه هنا النقصان غير منتظم، فالنقصان كبير، يعني 600 صارت 125. فرح نختار مين صديقتنا؟ القسمة أكيد، ليس الناقص، لأنه ليس التناقص بشكل متساوي. فال 625 كيف صارت عندنا 125؟ نبحث، بما أنه أحدهم خمسة مباشرة رح يخطر ببالنا أنه إحنا قسمنا على خمسة. طب نتأكد، هل 625 تقسيم خمسة بعطيني 125؟ ستة كم خمسة فيها؟ واحد. واحد ضرب خمسة خمسة، ستة ناقص خمسة واحد، تنزل 12 تقسيم 5 2، 2 في 5 10، 2 ناقص 0 2، 1 ناقص 1 0، بتنزل الخمسة، 25 تقسيم 5 5، و5 في 5 25، والباقي 0. إذا نعم 625 تقسيم 5 هي 125. طب 125 تقسيم 5 نقسمها ذهنيا، 1 تقسيم 5 لا يجوز، 12 تقسيم 5 2، والباقي 2، لأنه أنا 5 ب 2 10 وليس 12، أصبح لدينا 25، 25 تقسيم 5 5، إذا حلنا صح أو طريقة تفكيرنا صحيحة. نوجد آخر عدد 25 تقسيم 5، الجواب كم؟ 5، 25 تقسيم 5 5. نروح لفرع جيم، احكي لنا العدد الأول مفقود 12 ومن ثم 18، بعد 18 مفقود ومن ثم 30. يعني فيش عنا غير حدين ممكن نفكر فيهم، ان 12 كيف اصبحت 18؟ اضافة، اكيد اضافة ليس ضرب، فعنا اضافة، اضافة كم؟ 2 صارت 8، يعني اضافة 6. نتأكد اذا طلع حنا صح، بعد رح يطلع هون معنا 30. طب 18 زائد 6 نكمل رح يطلع 24. طب 24 زائد 6 بعطيني 30. نعم، اذا تفكيري صحيح. طب كيف تطلع الحد الاول؟ كيف بدي اعرف شو الحد الاول؟ يعني ال 12 شو كانت؟ شو كانت؟ معناته عشان اطلع الحد الاول اذا كانت العمليه زائد ساقلبها الى الناقص، واذا كانت ضرب نقلبها الى القسمه. ف 12 ناقصا 6، فالاجابه هنا 6. احنا بدنا نرجع للحد الاول شو كان؟ يعني ال 12 هون احنا زدنا لها 6، او يعني هي كانت شيء بعدين ضفنا لها 6، او كانت عدد. ف 12 ناقص 6 6، فدائما لما يكون العدد الاول هو المفقود رح نعكس العمليه، اذا كانت اضافه قاعده النمط رح نبدا بالطرح عشان نعرف شو كانت. مفهوم يا رابع؟ هاي مهمه جدا انه العدد الاول كيف اطلعه، نعكس عمليه الاضافه اذا كان اضافه طرح، واذا كانت ضرب قسمه، واذا كانت قسمه ضرب حسب قاعده النمط. ننتقل الى هذا المثال ايضا. هون عندنا 6 أصبحت 18، ومن ثم 18 54. الواضح أول ما تشوفوها بتفكروها زيادة معناته زائد، لكن 6 أصبحت 18 زدنا لها 12، بس هل زدنا لل 18 12؟ لا، لا أصبحت 54. فهنا لن نستخدم الزائد، سوف نستخدم الضرب، لأن الأعداد التزايد بينها كبير. 6 ضرب مين بعطيني 18؟ 6 ضرب 3، أحسنتم يا رابع، 6 ضرب 3 18. طب هل 18 ضرب 3 بعطيني 54؟ تعال نتأكد، 3 ضرب 8 24، 3 ضرب 1 3 و 2 5، إذا إجابتي صحيحة. سنكمل، 3 54 ضرب 3، 3 ب 4 12، و 3 ب 5 15، و 1 16، الإجابة 162. الآن بنفس المشكلة، ما هو العدد الأول أو ما هو الحد الأول في هذا النمط؟ رح نحكي هنا مش رح نضرب الست، نرجعها شو كانت قبل عملية الضرب، يعني رح نقسمها على ثلاث، مش إحنا القاعدة هي الضرب ثلاث، عشان أوجد العدد الأول رح نقسم، نعكس العملية، ست تقسيم ثلاث اثنين، فاثنين ضرب ثلاث ستة، معناته حلي صحيح. مفهوم يا رابع؟ هاي إنه العدد الأول يكون مفقود مهم جدا جدا. إذا الآن سأنتقل إلى كيفية حل مسائل حياتية على درسنا الأنماط. رح أخذ مسألة من مسائل الكتاب صفحة 64، تحقق من فهمي. بحكي لنا قرر خالد اتباع حمية غذائية للمحافظة على صحته مع ممارسة الرياضة،
فما شاف اليوم الأول 25 دقيقة، وفي اليوم الثاني 31 دقيقة، وفي اليوم الثالث 37 دقيقة، واستمر في زيادة عدد الدقائق بالنمط نفسه. فما قاعدة النمط؟ وكم دقيقة سيمشي في اليوم الحادي عشر؟ إذن في عنا السؤال وبدنا نفسره بالطريقة الصحيحة إن شاء الله. إذن في عنا خالد بعمل حمية غذائية زائد ممارسة الرياضة. أنا هذا الحكي ما بهمني، بهمني هون يمشي في اليوم الأول 25 دقيقة. دائما كلمة اليوم الأول أو الدرس الأول أي شيء أول أو ثاني أو ثالث بتكون في السؤال معناها الحد الأول، فرح يكون 25 فاصلة. الحد اليوم الأول هو 25 دقيقة، وفي اليوم الثاني 31 دقيقة. أنا ضعت تحتيها خط، إذا ثاني حد اللي هو اليوم الثاني 31 دقيقة، وفي اليوم الثالث 37 دقيقة. في اليوم الثالث إذا أنا كونت نمط إنه في اليوم الأول يوم الثاني يوم الثالث، إذا هذا النمط مكون من أرقام من دقائق طبعا حسب الأيام. اليوم الأول 25 دقيقة، اليوم الثاني 31 دقيقة، واليوم الثالث 37 دقيقة. واستمر في زيادة عدد الدقائق بالنمط نفسه، يعني النمط هذا عندنا عدد الدقائق ثابت اللي بزيدها كل يوم. هسه رح نعرف كم دقيقة. والسؤال بحكي إذا لإيجاد عدد الدقائق التي سيمشيها في اليوم الحادي عشر خالد وإيجاد قاعدة النمط، ركزوا معي رابع. كوننا النمط إحنا 25 31 37، والآن سوف نستنتج قاعدته. 25 بما أنها أصبحت 31 إذن في عنا زيادة، لن تكون ضرب لأنه زيادة بينها بسيطة، فرح نختار لعملية الزائد. فالخمسة وعشرون كيف أصبحت 31؟ زيادة 6. أحسنتم يا رابع. طب تعال نتأكد، هل 31 زائد 6 تساوي 37؟ نعم، إضافة 6 أصبحت 37. سنكمل هذا النمط إلى أن نصل إلى اليوم الحادي عشر، لأن المطلوب هو اليوم الحادي عشر. إضافة 6 37 زائد 6 43 زائد 6 49 زائد 6 55 زائد 6 61 زائد 6 67 زائد 6 73 زائدا 6 79 أصبحنا عند اليوم العاشر، زائدا 6 عندنا 85. إذن في اليوم الحادي عشر سيمشي خالد 85 دقيقة. لأني راح أديكم يلفت انتباهكم اللي هو عندنا الآحاد في هذا النمط. الآحاد ركزوا معي، 5 1 7 3 9. بعد اليوم الخامس برجع بتكرر 5 1 7 3 9. إذن كل خمس أيام رح يتكرر هذا النمط، 5 1 7 3 9 5 1 7 3 9. فالنمط يا رابع هو واسع، فممكن يكون مش بس الأعداد إضافة 6 ثابتة إنه نمط يشكل لي، ممكن الأرقام نفسها ترتيبها يشكل لي نمط، لكن ما رح نتطرق له، رح نتطرق له إن شاء الله السنة القادمة. الآن يا رابع نكتفي بهذا الكم، نراكم إن شاء الله في الحصة القادمة، وبتمنى يكون الدرس بسيط ووصل لكم ويعطيكم العافية.